هلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج سبورت كلينيك. معاكم دكتور محمد أبو عباس، تخصص تمرينات رياضية. اليوم راح نتكلم عن أهمية ممارسة الرياضة اللي تقريبا أغلب المجتمع عارف أهميتها وعارف طبعا السلبيات من عدم ممارسة الرياضة. راح نتكلم عن ليش الناس ما يمارسون رياضة، شنو الأسباب اللي يخليهم ما يستمرون إذا بدأوا في ممارسة الرياضة، وشلون نعطيكم بعض النصائح التوعوية للاستمرار في ممارسة الرياضة. راح أتكلم عن موضوع كبداية، عن ملاحظة وإحصائية صارت، إذا تذكرون في برامج صارت في بدأت في أمريكا وانتشر هذا البرنامج في أكثر من دولة، وهي برنامج عبارة عن مسابقات لإنقاص الوزن يشاركون فيه بعض المشاركين من الرجال ومن النساء فترة معينة، ممكن تكون 3 أشهر أو في بعض البرامج 6 أشهر، يقومون في عمل بعض إنقاص الوزن، يعني بعض الرجيم وتوازن رياضي مع تغذية صحية، ويحاولون أن هم يتسابقون في الحصول على وزن قليل مع بناء عضلي، واللي يوصل حق المركز الأول من خلال إنقاص وزنه بهذه الفترة يحصل على الجائزة الكبرى. فانتشر هذا البرنامج ونجح في أمريكا كبداية، وبعدين انتشر في أغلب الدول وله في مشاركين كبار، يعني في أمريكا ممكن سووه على 6 أو 7 سنوات متتالية، ويبدؤون المشاركين من 25 مشارك من الرجال و25 من النساء ويتسابقون على هذه المسابقة. الإحصائية الأخيرة اللي سووها وطلعت نتائجها قبل فترة قليلة، راجعوا كل أو أغلب اللي اشتركوا بهذه المسابقات على كل هذه الدول وتواصلوا معهم، اكتشفوا أن أغلب اللي اشتركوا بهذه البرامج ونزلوا النزول الممتاز من خلال الوزن وأيضاً من خلال التغذية الصحية وممارسة الرياضة عادوا مرة ثانية إلى أكثر من الوزن السابق. هذه الملاحظة مهمة جداً، وكل ملاحظة تكون يعني مهمة يجب أن نشوف شنو أسبابها وليش هؤلاء مثلاً المشاركين رجعوا إلى وزن أكبر من اللي كانوا فيه. السبب الرئيسي هو الهدف مالهم. أغلب هؤلاء المشاركين كان هدفهم هو الفوز بالجائزة، مشاركة في البرنامج وأنهم يتسابقون وفوزون في الجائزة، فكان هذا هدفهم. ما كان هدفهم هو الوصول حق حياة صحية، الوصول إن هو لما يكبر في السن ويوصل إلى مرحلة الشيخوخة أن تتأخر عنده مظاهر الشيخوخة، أن يعيش في صحة جيدة حتى مع التقدم في العمر، أن تعود عليه هذه الرياضة في الحصول على جسم جميل وصحة جيدة وانعكاساتها الإيجابية على كل الأجهزة الصحية والأجهزة الفسيولوجية والحيوية في الجسم. عشان كذي احنا دائما نتكلم اعزائي المشاهدين ان يجب ان احنا نحط لنا هدف واقعي ومنطقي، ما يكون هدف بسيط. وانا حتى يعني دائما اقول ان انا ضد ان يكون هدفنا مجرد الحصول على جسم متناسق، يجب ان احنا يكون وعينا اكبر من كذي، وان احنا نقول ان هذا احد الاسباب اني انا احصل على جسم متناسق وجيد، لكن السبب اللي يكون منطقي وواقعي لي من ممارسة الرياضة وأيضا من التغذية السليمة هو أني أنا أعيش حياة صحية سليمة على المدى الطويل، وهذا كله راح ينعكس علي حتى لما يتقدم فيني العمر. علشان كذي احنا دائما نقول أن الفائدة الأساسية هي من ممارسة الرياضة من خلال الاستمرارية المنتظمة والكاملة طوال فترة الحياة.
نفس ما اتفقنا أعزائي المشاهدين إن إحنا نبي نوصل حق الاستمرارية من ممارسة الرياضة. علشان كذي في الكثير من الأسباب اللي إحنا ممكن تمنعنا من الاستمرارية هذه، لكن إحنا اتفقنا في البداية إنه يكون عندي هدف منطقي وهو إني أنا أحصل على كل الإيجابيات من ممارسة الرياضة. النقطة المهمة الثانية إن أنا المفروض علي إني أنا ما يعني أسوي أتبع طريقتين، اللي هو أني أنا أحرم جسمي من عناصر غذائية مهمة وأيضاً أمارس الرياضة، لأن الرياضة تحتاج طاقة. فأنا أحاول أني أنا أبدأ في الرياضة في البداية، ومن أحس أني أنا صار عندي نمط حياة لايف ستايل مستمر عندي، هني ممكن أنا أدخل مثلاً الرجيم أو مثلاً التوازن الصحي من خلال وجبات صحية أنا أخذها. أنا دائماً أحاول أني أنا ما يعني أنطق وأقول كلمة رجيم، لأن المفروض أن احنا نبتعد عن الرجيم. بالعكس، احنا لازم نسوي توازن صحي من خلال الوجبات اللي انا اخذها، من خلال الكميه وايضا النوعيه وايضا التوقيت اللي انا اكل فيه. هني يكون عندي توازن صحي، يكون معاي هني توازن رياضي، فاسوي توازن غذائي رياضي عشان اوصل حق اللي انا احتاجه من ممارسه الرياضه. لو نتكلم عن انواع الرياضات المهمه اللي يحتاجونها اغلب المجتمع، ننصح دائما في رياضه المشي السريع وليس المشي البطيء اللي انا اطلق عليه تمشي، وايضا ممكن تكون رياضه السباحه هي اللي تكون جيده. انزين، في انواع من الرياضات، في رياضات طبعا المعروف عندنا اكاديميا اللي هي الرياضات الهوائيه ولا هوائيه، ممكن في رياضات تكون رياضات في المنزل وتكون جميلة جدا ونحتاجها، كون ان احنا نتسم يعني في حرارة الجو. ممكن انا اسوي رياضات داخل المنزل، ممكن انا اسوي الصعود والنزول على الدرج، ممكن انا اسوي رياضات البساط، تمارين الكارديو مثلا، ممكن انا يكون عندي بعض الاجهزة الرياضية، رياض جهاز الغزالة او جهاز المشي اللي انا امارس في رياضة داخل البيت. ممكن اني انا ايضا الاعمال المنزليه ايضا تعتبر من رياضات واللي تساعد على حرق السعرات الحراريه، لكن انا لازم دائما احط ببالي نقطه معينه اني انا اذا ابي امارس الرياضه يجب اني انا اخلي عندي تنويع في ممارسه الرياضه اساس انا لا اوصل حق الملل، لان اغلب الناس اللي مثلا يمارسون الرياضه ممكن يمارسونها فتره معينه شهر او شهرين وبعدين يقطع عنها، والاسباب كثيره. فمن احد اهم الاسباب هذه انه هو يمل، فانت حاول ان انت لما تبي تمارس رياضه معينه، ان كانت رياضه هوائيه او لا هوائيه، ان كانت بالنادي او ان كانت يعني بالجيم او ان كانت مثلا في المنزل او حتى في الممشى، حاول ان انت في البداية تتخذ قرار في ممارسة الرياضة اللي أنت تحبها، هي تعود لك بالفائدة الصحية وأيضا النفسية، تحسين المزاج وأيضا إفراز هرمونات السعادة. فيجب عليك أن أنت تختار الرياضة اللي أنت تحبها علشان تستمر فيها، لا تروح حق رياضات أنت ما تحبها، لأن راح تكون كأنك مجبور عليها. وإذا مارست الرياضة وأنت مجبور عليها، تأكد ان انت ما راح تستمر عليها لفتره طويله. علشان كذي حاول تتخذ رياضه انت تحبها وتمارسها. ممكن ان انت تاخذ معك زميل، يكون معك صديق تسولف وياه وانت ممارسه رياضه المشي مثلا. لما تبي تشترك مثلا في الجيم، حاول يكون معك صديق يكون معك دائما في الجيم يساعدك يحرضك على ممارسه الرياضه. علشان كذي نبي كل الاسباب هذه تكون موجوده عندك علشان نحصل على الاستمراريه المنتظمه من خلال ممارسه الرياضه. كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى أن نكون أفدناكم من خلال بعض النصائح التوعوية. نشوفكم في حلقات قادمة إن شاء الله. مع السلامة.